كتاب قسم بقراط مغدور كتاب وثائقي حول التعذيب الطبي لسكان أشرف، يتضمن شرحا مروعا للجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها حكومة الملك ضد سكان مخيم أشرف العزل. وقد تم إصدار هذا الكتاب باللغات الفارسية والإنجليزية والعربية. إن كتاب قسم بقراط مغدور ب250 صفحة يشتمل 16 فصلا، ويكشف النقاب عن المخطط الشرير لحكومة الملك ولجنة قمع أشرف المؤتمرة بإمرة رئاسة الوزراء العراقية تحت غطاء مستشفى. إن هذا الكتاب يكشف أن وزارة الصحة العراقية ومديرية صحة محافظة ديالى المؤتمرة بإمرة الملك ترفعان تقارير عديمة المصداقية ومليئة بالأكاذيب تدعم وتؤيد الحصار الطبي اللاإنساني المفروض على سكان أشرف والأعمال اللاإنسانية والمخططات والمؤامرات الشريرة التي تخدم سياسة الملك خامنئي القمعية وتؤكد ضرورة ممارسة مزيد من العنف ضد مجاهدي أشرف وإذائهم وإزعاجهم. إن هذا الكتاب الوثائقي تم تأليفه وإعداده من قبل 5 اختصاصيين، ومنهم 3 أطباء ومهندس اختصاصي في منشآت أشرف، و2 من المستشارين الحقوقيين لسكان أشرف. إن هذا الكتاب يوضح التعذيب الطبي لسكان أشرف ويشرح كيف يتم وبأساليب لا إنسانية حرمان مجاهدي أشرف من الخدمات الطبية بهدف إيذائهم ودفعهم إلى الانهيار، وذلك باستغلال العنصر الطبي العلاجي، وكيف يقتلون المرضى والجرحى العزل بموت بطيء بعقليتهم العائدة إلى عصور الظلام، مثل ما يفعله القادة العسكريون في حكومة الملك الملطخة أيديهم بدماء الأشرفيين. إن مؤلفي كتاب قسم بقراط مغدور يكشفون النقاب عن تفاصيل هذه الجرائم بواسطة 10 صفحات من الوثائق والصور عن استشهاد ضحايا عمليات التعذيب الطبي. إن هذا الكتاب وبفضحه أعمال وأقوال الملك خير شاهد على كون جلادي الملك قد اتخذوا من موقع يسمى بمستشفى العراق الجديد سجنا سريا لتعذيب سكان أشرف، وحتى وصفوه بأنه ممتاز وفريد. كما وفي الفصول 16 لهذا الكتاب الذي يشرح للتعذيب الطبي لسكان أشرف، تم دراسة الحصار الجائر المفروض على سكان أشرف منذ 2 كأكثر وجه لهذا التعذيب تعسفيا، حيث يثبت ويظهر بكل وضوح أن حكومة الملك كان ولا تزال تنوي قمع أشرف من منطلق أن الملك يتلقى الأوامر من طهران، لأن نظام الملال الدكتاتوري الحاكم في إيران هو الذي أوصله إلى السلطة. إن هذا الكتاب وبشواهد ووثائق دامغة حول التخرصات والأكاذيب الدجالة التي يطلقها الملك والأجهزة المؤتمرة بإمرته، يظهر كيف تطور جهاز يتظاهر بأنه جهاز خدمي ليتحول إلى جهاز للتعذيب والقتل البطيء لمرضى وجرحى أشرف بتوجيه وإشراف من وزارة مخابرات النظام الإيراني.